لازلنا نتواصل معكم أيها الأنصار الأوفياء كما وعدناكم ننقل لكم الخبر من عين المكان. نحن في وسط الملعب في المستطيل الأخضر، معنا فريق الأواصلي طارجي قلمة لرمي الدربو تحت أنظار المدرب القدير فواد المعروف باسم جيليد، مربي كبير يعني، وهذا باش تشوفوا بعينيكم بلي ننقلوا لكم الخبر من لا سورس. دونك vous êtes en train de voir notre équipe junior en train de se préparer pour la saison تحت انظار المدرب فواد المعروف باسم جيليد، هو هنا متواجد معنا. نخليكم تشوفوا لا سيونس دونترينمون. نسيت برك باش نقول لقب بن عبد الله فواد المعروف باسم جيليت، مربي يحب يدير التكوين، معروف بتكوين لاعبين نادرين في قلمة، ديما هو اللي ديكوفري مون جونيور. دونك فواد وهنا معنا، ما نعرف حاب يمد لنا كلمة ولا مش حاب قال لي بيد ولا ما نهضرش. دونك اللي اون تران دو بريباري وحنا دخلنا اقتحمنا الميدان بدون اذن، دونك لا ريزون دو نو با بارلي باسكو ني با اونكور بري ان دير ان مو. وين كان احنا تعرفونا باللي احنا ديما الابواب مفتوحه للجمعيه، ندخلوا منين نحبوا وعدناكم بالشفافيه، كونوا اوفياء للصفحه. نقول لكم الخبر من عين المكان، نوتر ديفيز سي لا رابيديتي ليكسكلوزيفيتي اي لا كريديبيليتي بوكو بليس. ابقوا اوفياء للصفحه.